أغلى لقب في سهرة الذهب. الجميع ينتظر والكل يترقب. يوم الفصل، خمسة نجوم يتنافسون على الجائزة الكبرى، الكرة الذهبية الجزائرية. هلال سوداني. سوداني يسجل الهدف. إسلام سليماني. رياض محرز. فوزي غلام. فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد جول 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 جول. ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي يلعب جول. سفيان فيغولي. خطا سفيان. جول 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 جول. الكرة الذهبية الجزائرية، من هو اللاعب الذي سيعانقها؟ ومن هو النجم الذي سيقدمها؟